القضيه ديال زعما بنت وصعيب الحال وهذا ما كانش مشكل، حيت الحمد لله والديا يعني ما عندهمش هذا المشكل، هذا البنت هي دير اللي بغات وهذا. ولكن المشكل هو كان واحد البروبليم في المجتمع، يعني باش نسافر بوحدي نلعب بطولات في مدن مختلفه، دونك ماشي ديما غيكون معايا الاب ديالي ولا الام ديالي. ولكن الحمد لله قدرت انني نمشي مزيان، وكانت واحد الحاجه هو ان الام ديالي كتخاف عليا بزاف، كتخاف من الضرب وهذا. ولكن بشويه بشويه بقيت كندخل لها الفكره، لا الكاراتيه راه ما فيهش العصا وهذا. كنعرفوا البنت مي كتبدا تكبر شويه، يعني كيبداو بزاف ديال الناس كيبقاو يعني ما عندك علاش دير لو سبور، ما عنده علاش يفيدك، يعني ما عندك ما تحقق فيه اهداف، ما عندكش فيه مستقبل. ولكن للاسف كاين العقليه ديال بعض الناس اللي كتمشي في هذا الاتجاه، الوغ كو هو لا، يعني لو سبور كيعاونها بزاف ديال الحوايج، كيعاونها بعد اول حاجه لو فيزيك ديالها، في لا مونطاليتي ديالها، كتعلم الاحترام ديال الاخر، النفس ديالها اولا، وبيان سور كتحقق الاهداف ديالها.